هل يجوز معانقة ومقابلة الخالة أو العمة أو ما شباهما؟ نعم، محارم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها قبلها، فإذا دخلت عليه خالته أو أمه أو عمته أو أخته إذا قام إليها أو قابلها أو صافحها أو عانقها لا بأس بذلك. نعم. لا، زوجة عمه من محرم؟ زوجة عمه وزوجة أخيه، زوجة خاله ليست محرم له، إنما يسلم عليها بالكلام بس بدون مصافحة وبدون معانقة، بالكلام يعني كيف حالك يا فلانة، كيف الأولاد، كيف عمي، كيف خالي. أما أنه يقبلها أو يصافحها لا، ما يجوز. المقابلة تختلف، المقابلة بالكلام لا بأس مع كونها محتجبة مسترة، أما مقابلتها بالمصافحة أو بالمعانقة والتقبيل لا.